Previously on Until Dawn على MBC2. I could be a lot of things. None of them nice. Quit it. Here's our one-way ticket to the spirit realm. I've just been through enough spooking for one night, okay? I see a hot bath in my crystal ball. So have fun. Lord, oh, you do this! Magic! Oh, God! Jessica! Oh, my God! Oh, my God! Shit. There is one individual we're considering as a person of interest, but his whereabouts are currently unknown. You know, there is still the old sanatorium on the mountain. فضل 6 ساعات لحد الفجر. That's not good. That's really not good. Oh, god damn. لما المفروض نروح هنا بقى عشان ننقذ البيت. هل هننقذ البيت؟ دامت. ما هذا؟ دي يعني كلاب بس باستعباط عاملة نفسها ديابة. ما هي كانت ناقصة؟ نبص هنا الأول. ثانية واحدة، هو ليه فتح لنا ان احنا نروح هنا؟ هو ده عواء ولا في واحدة بتصوت؟ ايوه، جايدنس توتم بقى صح؟ جايدنس ولا دينجر؟ فورتشن. Interesting. Inshallah. Habibi. Awesome. Why wouldn't I end up in the creepiest place on planet Earth? It's deemed unlawful for any person to use or occupy this structure for... ممنوع حد يدخل. استنى. لا، نجرب الباب ولا ما نجربش؟ خلينا نجرب، وهو كده كده هيطلع مقفول، وبعد كده نخش ننقذها من الحتة اللي مش هنعرف نعدي. نجرب الباب وبعد كده نروح. ولا هو كان بيحذرني في التوتم ان انا ما افتحش الباب عشان في ديابة جوه؟ مش عارف صراحة. عظمة؟ الاتنين بيشيروا في عظمة؟ يعني كمان هيبقوا جعانين؟ اوكي.
في حاجة هنا؟ فيش حاجة هنا. نرجع تاني. ايوه في حاجة فوق اهي. في حاجة فوق بس مش عارف اروح لها ازاي. بص الناحية التانية. Look at that. The Blackwood Pines Sanatorium. Menzisana in Corpore Sano. وانا يعني ما اعرفش لاتيني للدرجة اللي تخليني اترجم يعني. طب ثواني انا عايز ابص على حاجة كده. يا عم عد. كان المفروض اكمل من قدام. اعتقد ان هنا الديابة هتهجم عليا. ايوه طب اطلع فوق ازاي؟ من هنا؟ طب من هنا؟ استنى في حاجة هناك؟ وهدي يا وحش. يا لهوي على التوتر. هو ازاي مش بردان؟ ادرينالين بقى. لا نتلحلح شوية. نتلحلح شوية يا مايك. ثانية واحدة كده. استفدناش أي حاجة. نفس ذات الذات نفس. نفس ذات الذات نفس. سنة 52 بي ادفايز ذات ذا ماينر ريسكيو از ديو تو بي كومبليتد تومورو از ذا نمبر اوف سرفايفنج ماينرز ذا بريس نوت فيلير ان ذيس ريجارد يو ويل نيد ا نوز بيج ذوز جايز سميل اوفل. يعني حاجة كده عن إنقاذ عمال تعدين. عديت الباب اللي كنت واقف بالظبط 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 بالظبط. بالظبط ده اللي حصل.
inside. استنى انا اسف انا امسكها 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 Thirty clocking in minecarts. يعني كان في 30 عامل. اوكي. استفدت ايه؟ استفدت ايه انا؟ كاميرا ماشي سامعكم انتوا بتزمجروا جايلكم 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 ايه ده انا تهت ده هينزلني تحت خليني ابص هنا الاول Reporter assaulted on Blackwood Mountain Blackwood Pines reporter from Alberta Bugle was assaulted and hospitalized yesterday by security personnel at the Blackwood Sanatorium A senior news Formal Oh The man had been trapped It's believable that the assault arose from an argument between press and camera which was confiscated immediately prior to the attack في واحد صحفي كان بيغطي موضوع عمال المنجم اللي كانوا محبوسين وكان بيصور وبتاع وحد اخذ الكاميرا بتاعه مش عارف ده ايه علاقته Re-initial state admittance 12 patients at the center مش عارف مين we had fully expected to find psychologically after being trapped اوف العمال بتوع المنجم في 12 عامل اتحبسوا تحت لمدة 23 يوم treatment لا استنى ممكن يكون في حاجة ورا استنى استنى One of those guys actually tried to bite me. I'm going to report it to Dr. Bowen. في واحد من الناس اللي كانت عمال المنجم اللي كانت محبوسة تحت حاول ان هو يعض دكتور. احنا هنتهان خده خده يبقى الرجل المجنون ده واحد من العمال بتوع المنجم Reply immediately the reporters and other snoopers to be kept away at all times. محدش يدخل أي صحفيين هنا. Incident update 12 survivor received at sanatorium showing signs of mental trauma.
لوكال بريس ناو، ال 12 عامل اللي تم انقاذهم عندهم صدمه تروما، عندهم صدمه نفسيه. الراجل المجنون ده هيطلع واحد منهم. ايه ده؟ طب ما تعديني كده عشان اعرف. طيب شكرا، مش عايز. وات؟ انا عارف ان انا كان المفروض اقطع الصوابع، بس انا ماشي. اقطعها خلاص. هو التوتم كان وراني ان هو المفروض يقطع صوابعه، بس انا قلت اجرب حاجة تانية يعني اشوف ايه اللي هيحصل. خد يا هو ده المكان اللي احنا جينا منه صح؟ اوكي. طب وفي الاخر مش هناخد البتاع يعني؟ احنا صوابعنا اتقطعت على الفاضي. دي بادي تاجز. نيكولاس بوين attacked by inmate fatal laceration to the throat. ده كان الدكتور تقريبا، ده كان الدكتور وذبحوه. المرضى ذبحوه. تاخد سرعة كتير. ما تبلور الشاشة. لا انشافوا كده. I hear Barsha testifies that I attend deceased. I attended deceased from Marsh. That I attended deceased. ايه الانجليزي ده؟ And last saw her alive.
I attended the scene, okay. And last saw her alive on February 52. Cause of death, severe laceration to the abdomen. If death was due to external causes, violence. And also additional notes, please use the box provided overlay for any additional relevant information. شكرا. ده دكتور بوين هو اللي ماضي بس مش هي اللي ماتت. قابل مين عايز يخس يا جماعة؟ الشهية اتقفلت للأبد. ايش هذا؟ okay, let's check this out. دي بانشين كارد. انا عارف انها بانشين كارد بس هنعمل بيها ايه؟ هنفتح بيها بقى الباب اللي على اليد صح؟ يب. طب خدها تاني خدها تاني. ايوه جدع. ما كانش المفروض ان انا افتح الصندوق ده لو انا ما كنتش عايز النصاب اتقطع. الراجل جه قفل علينا. Isn't this a quaint little psycho crib? استنى ماشي انسى. طب احنا ما استفدناش حاجة كده. غير ان احنا ممكن ندخل هنا يعني. هو ال ايه ده ايه ده؟ لا مش هضربه مش هضربه. شفتوا شفتوا الرفق بالحيوان؟ شفتوا الرفق بالحيوان نفعني ازاي؟ Who's a good boy? Who's a good boy? بليز خليني ارى يعني اكده. Approach back away approach. Please please please. اطبطب عليك وامشي. ما تاكلش ايدي التانية. No 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 no. Who's a good boy? Who's a good boy? Good boy. Yeah. Good guy. You like that? Yeah. And everyone likes a little loving, right? ايه ده ايه اللي حصل ايه اللي بيحصل في البتاع لمبة الشيخ علي ايه اللي حصل لها محدش يعرف طبعا ايه لمبة الشيخ علي جيل الايفون لا يعلم عنها شيء
ايه ده وانت تلاقي اي حاجه تلبسها كده؟ اوكي عشان كان مش عارف مين كان بيسال انت مش بردان ولا ايه. مسدس؟ جبنا مسدس. عاجبني الواد مايك ده الصراحه. انا مبسوط منه. ايش هذا بقى؟ بيك فوت سايتد. فاكرين الراجل بتاع لايرز؟ اوكي هو عامل. استنى بس نكمل تدوير في بقية الأوضة قبل ما نحاول نمشي. ده رقم واحد. رقم اتنين، الولية فين؟ ارفع ده كده. تعال حبيب. وولفز طلع وولفز مش دوجز. انا صح. خد يا باب، خد يا حبيب. دلوقتي اقدر ادخل الباب اللي وراه. يا روحي. طب امال احنا عملنا الحركه دي ليه؟ مش عارف. طيب هو في باب اخير؟ لا دي مفيش بيبان. طيب يبقى نحاول الاكزيت بقى خلاص. لا ما لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين بقى. خرب بيتنا شاني اجنن. ايجيبشن زينايبر. بس الحته دي طولت قوي يعني. انا هنزل على طول مش هقعد ادور بصراحه. الحته دي طولت قوي. وما لقيناش البت على فكره في الاخر. اعمل لك ايه؟ هو البت كبير. Of course, locked. طب ما انت معاك المسدس ما تديله. يا حمار. شكليات يا عصور شكليات. اوه ده قاعد بيراقبنا. لول. I can't believe Josh is dead. I can't believe how he died. No, I mean, what if they were wrong? What? Maybe we should have checked the shed to see if it was really true. I don't know. There are some things that once you see them, you can never unsee. هي اللعبة دي كام ساعة؟ Yeah, I guess, but some things you have to see for yourself. عشان أنا حاسس إن إحنا قاعدين شوية. Look, an axe. I feel better with an axe. Yep. ده حقيقي. What now? This is locked, Matt.
No. That's great, Matt. I can just about fit my lip balm through that little slot. No, come on. You will never fit through there, big guy. خش يا ولية. I won't fit, but you will. Are you nuts? You're gonna shove my ass through that little hole? I've seen you slip into some pretty tight jeans, Em. Excuse me? It's a talent. Think again, lughead. No can do. For one thing, that maniac is probably just sitting there under that window, waiting to blend us into pina coladas. Okay, fine. Here goes. I'm gonna huff, and I'm gonna... Shh, just do it! عايش يا شمشو. لمبة الجاز زمان كنا في لمبة كده بنسميها لمبة الشكالة. عيب عليك. It's got to be the guy, the one who got to Chris and Ash and Josh. He's got to know this is the only way back. Don't say that. Look, the cable car's all the way out there. Well, I mean, that's not far, right? You can jump it? Jump? I'm not good. But not that good. Flattered, though. Well, Matt, if you can't jump that, what are we going to do? I don't know. Everything is like so busted up. لا انت الواينينج ده بيقفلني. انت تهدي بقى شويه وتسيبيني افكر وتبطلي تقعدي تيجي ورايا في كل حته. اقعدي لك على جنب على بال ما افكر. Such a mess. This place was barely in working condition before and now Okay. Hey, look! Fire tower. Here's. Look at all this crap. There's gotta be something useful in here, right? حبيبي يا ابني شكرا. استرس تعملهاش تاني بقى. يا بت. Great. No keys, no cable car. So back to square one. محتاجين مفتاح. What about the fire tower on the map you found? Well, I guess it's an option. Oh, maybe it has a radio or something. I mean, it would, wouldn't it? Probably, yeah. Matt, we gotta get to that radio. هنروح نجيب راديو عشان نطلب مساعدة. Oh, well, someone's learning to play by the rules. What? What rules? Rules. Rule number one, Emily is always right. Rule number two, nothing else matters because Emily is always right. والنبي تتلهي. والنبي تتلهي بدل ما اخدك انا اوديك للقتل بايدي. تك القرف. اول قاعدة ان انا دايما صح وتاني قاعدة ان مفيش اي حاجة تانية مهمة عشان انا دايما صح. ده هو ده الكلام اللي هي كانت بتقوله يعني. لحقتها على اخر ثانية حرفيا. Thanks. Maybe you should go first to protect me. Okay. Okay, easy now.
All right. Oh my gosh. Okay. Almost. Almost. I'm feeling kind of faint. Don't look down. يا ريتني ما لحقتها. Okay. Holy cannoli, thank God that's over. Yeah, for real. What if it doesn't work? What? The radio. It'll work. But البت صوتها معصبني. We need a plan. Maybe we can just climb down. Climb down what? The mountain. Are you serious? بقول لها ممكن نتسلق. What's the big deal? It's not like it's floating in the sky. It might as well be. It's pitch black out. Hey, hopefully we won't have to. You think the psychopath is just gonna give up and run away? No. But maybe we should find a safe spot. كل ما يقول فكرة تقول له لا ما ينفعش. طب ممكن تقول انت فكرة؟ As long as we don't hide in the lodge, that's where he expects us to go. تقول له طالما مش هنرجع البيت مش مهم لان هو متوقع ان احنا هنرجع نستخبى في البيت. انتوا كويسين في الانجليزي مش كده؟ مش محتاجين ان انا ترجم صح؟ ماشي. يا ريتني. انا مش عارف ليه يعني بالفطرة كده يعني لقيت زرار بيقول لي اضغط مربع ضغطت مربع لهيت نفسي. إنما أنا لو كنت فكرت شوية كنت سبتها. ساعة واحدة بالفيس. طب أنا استفدت إيه؟ استني نشوف في حاجة كده الناحية التانية. هو ده المكان اللي احنا جينا منه؟ ما اظنش مش كده؟ لا احنا جينا من هنا. بس هي ماشية يمين. فانا هضطر اسفا ان انا امشي معاها. في الاخر هتلاقي ان هي حرس سد وهنرجع تاني صح؟ يب. هي مش دي كليف اللي وقعوا من عليها هانا وهيذر وهانا وبث؟ يلا نرجع. يلا رجع يا هبل. ايه ده؟ ازاي يعني؟ ايه ده؟ طب عليا النعمة انت راجل عسلية. عليا النعمة انت راجل عسلية. بقول لك ايه؟ هسيبك تقتله طالما هتسيب سام. Guys, what are you doing out there? Being creepy. Okay. استوري نفسك. ساعة واحدة وعشر. نروح نجيب لبسنا عشان ما نطلعش نجري من الرجل القاتل المتوحش واحنا بالفوطة. دي فيها قفل للصفحة دي حضرتك. Pete's sakes, my clothes, really? ماله؟ Whichever one of you did this is off my Christmas list. Seriously, not cool, guys. Not cool at all. أنا كنت عارف. في حاجة هناك ولا أنا في حاجة منورة أنا؟ آه ده الشراب. ماشي. كريس
Josh! What the hell? طبعا انتوا عارفين ان انا ما انا هخرس خالص انا هخرس خالص. كريس مايك ايميلي This is really getting out of hand, okay? It was all very funny. Haha. Look at Sam walking around in a towel, but now I just really want this to be over, all right? والبلالين دي الراجل تحت يا اختي الراجل كان نازل تحتي شفته trying to freak me out guess what you succeeded ده هتطلع بلالين وهتطلعها عليها اسهم سينما روم Who are you guys wow this is weird يا فضحتي. I'm done with this. I really don't appreciate the silent treatment here. هي عمالة كل ده فاكرة ان اصحابها عاملين فيها خدعة فبتقلبها. بطلوا هبل. هلو سامانثا. Looking for me? بتدوري عليا؟ I don't think you'll have much luck by looking, Samantha. مش هتلاقيني. You're only going to see what I want you to see. انت هتشوفي بس الحاجات اللي انا عايزك تشوفيها وانا عندي حاجات كتير عايز اوريها لك Open your eyes. افتحي عينيكي Oh my god. She's quite beautiful, isn't she? دي حلوة قوي. A beautiful bathing bird. Do you think she has any idea what lies ahead? تفتكري عندها اي فكرة ايه اللي هيحصل؟ هل دي كانت اخر لحظات سعيدة في حياتها؟ انت ليه بتبصي؟ دي بتتفرجي المفروض تجري جوش هديكي 10 ثواني روحنا في داهية بص والنبي اللي بيقولك سنانه عايز تقويم انتوا مريبين اقسم بالله مفيش هايد مش ههايد انا Ah!
so sorry. Samantha. Now, that was exciting, wasn't it? Well done. حاولت يا حنين. The game seems to be going very well. بس هو قال لي اختار تختبئ ولا تجري فانا قررت ان انا اجري. Oh, the good work. We did exploring the source of your fear. And you've just gone and used it for ill. Your overwhelming fear of failure. You've turned it against these people who you so desperately want to torment. طب ودي مين اللي هينقذها؟ Has it been worth it?